درجه اللبسه ديالنا؟ عطيوني التقييم ديالكم شحال من 10؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدنا والعود أحمد. كيفتم الأحباء ديالي، المشاهدين ديالي، الأصدقاء ديالي والصديقات ديالي؟ نتمنى الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. جيتكم بواحد الموضوع يعني السهل في السهل، دائما كان السهل في السهل يعني بلا 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 تعقدات بلا حتى شي حاجة، يعني غير الكتاف صدر يعني لا فورم لا شي حاجة. هذا الفستان الابنة ديالي قالت لي خاصه تبدلو الطرود، ها تبدلو الطرود يعني دارج على الموضه، الاسبلات به، البوديات به، سراول به، الريبيكات، المونطوهات به، كلشي كيجي بهذا العام. هذايا جا موضه 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 بزاف. هذا الثوب هذايا عندي هنايا 3 متر الثوب، شتا 3 متر الثوب يعني بالزايد، الثوب 2 على 4، الثوب 2 على 4 كما العادة 2 على 4. غنعمل لها الكتيفات يعني طايحين عاديين لا فورمال لا حاجة، يعني غير الكتف، وغنقيس التحليفة وغنخرج الفازي وغنهبط الطول. صافي هادي هي هو الفورما. وغنحاول ما امكن الا خرجت بالتكرش غنعمل التكرش في اليدين ديالها، في التكرش ديالي. واليوم عندها امتحان، هي غتخيط بيدها، انا غير غنفصل لها وهي غتخيط بيدها. نطلب الله ما دبر راسها الا فزاتها كتسمى الكسوة ديالها، جابتها باستفادة الناس الكسوة ديالها بسم الله على بركة الله. عندها الكتفين عندها 42، دائما كنعملو الخط باش كنساويو باش كنساويو بالثوب ديالنا، لأن الثوب هداك كيتجبد. المهم الخط هو هذا الخط، من الخط كنحاول نطلب الله يكون شوف انت اش كيبان، ولا بدل نبدل الطباشير واش كيبان، تبان شي نبدل الطباشير. مشكله ما كيبانش، المهم غنحاول امكن نشرح بيدي. صافي اشرح بعدا. ماشي مشكله. عندنا قلنا 42 عندها الكتف عندها 42 و يعني الكتف 42 يعني عادي نورمال. ومن بعد غنطيح اللي عندي في الثوب، شحال ما جاني في الثوب، غنعمل 42 ديالي مقسوم على جوج، وشي جاني في الثوب غنعملو. وكنعتذر باقا مريضه بزاف، وهذا الثوب هذا غنعوضو ماشي يجيو القياس، غنعوضو المقص لان الطباشير ما كيفاش. هاد الثوب قصح شويه بصاله، ما بغيتش نجيب الموتور لان كيصدع شويه، يعني الموتور كيجي سهل. بين هنايا ها مقسوم على جوج، هادي هي النقطة اللي قسمنا فيها الكتف. غنخرجو بسبعة سنتيم، لأن نتوصل 6 سنتيم عفوا، لان الثوب لو تروت كيتجبد. يعني نتمنى الله تكون الطباشير باين. شوف بنتي واش الطباشير باين، حنا غنهبطو 2 سنتيم د الظهر باين. هنا غنهبط لها من 42 غنهبط لها ب 4 سنتيم، نورمالمون غتكون 5 ولا 4 سنتيم ضعيفه شويه، يعني 4 سنتيم هي هادي. خاطكم اهانه في حقها. المهم هاد النقطه هادي تشوفوا الثوب اللي باقي لنا عندنا هنايا 10 سنتيم، غنخرج ب 10 سنتيم يعني غنهبط 10 سنتيم. الزينه اللي هنا كامله غنهبط بها، غنبداو من القند د العنق من 7 سنتيم، وحنا هوادين بهذه الطريقه هادي. نتمنى الله تكون كتبان. وغنهبطوا شوفوا اش كيبان طراسي، كيبان لان الثوب لي ترجع مدرج. كما قلنا عملنا الكتف قسمنا على جوج، في النقطه ديال الكتف هبط بنقطه الكتف هبط ب 4 سنتيم، هي نورمال 5 سنتيم على حسب شحال ما بغيتي الكتف يكون طايح. المهم الكتف عادي كنهبطو 3، هادي زدت 3 سنتيم 4
د سنتيم طيحت كسب وخرجت ب 10 سنتيم اللي بقات لي في الثوب. هذاك الشيء المنكب اللي كاين في الثوب خرجت به هذا ب 10 سنتيم. غلطتي واحد الكسف اللي طيحنا تطيح هذا الكسف خصك وسع شويه زينه اللي دين واسعين من هنا واسعين شويه المهم ما عفوا تقولنا طيحنا خرجنا بالكسف طيحنا خرجنا ب 10 سنتيم زياده على 42 مقسوم على 2 زدنا عليها 22 40 يعني عطاتنا 22 غنخرجو ب 10 سنتيم مسطيح الكسب 10 سنتيم مسطيح الكسب غنهبط 22 ملا 24 سنتيم لان قلت خصها يداو 90 شويه هو تسع د تسع د دلكم وهذا غنهبط شويه مقوصه شويه نعمل الفورمه شويه وغنهبط غنهبط نيشان انا 26 دف تطيح ديال الكتف 26 طيحنا زدت 37 37 في الكم كما كتشوف غيجي هنا تكريش شويه تكريش هنايا وغيجي تكريش هنا تكريش وغتجي الباندا الباندا بهذه الطريقه هذيا غنحاول نقلب لكم الكسوان هذا الاتجاه هذايا باش يبان الموديل هذه الطريقه ممكن اخذ لكم من الكتفين طايحين 26 طيح سلف الكسف ديالها يعني الكسف ديالها 42 تقسيم جوج كما قلنا بقات لي 10 سنتيم ديال الزياده المهم بقات الزياده اللي بقات لي عملتها لها هنا عملت 37 في الكم 37 عملتها في الكم تكون عملت في 600 سنتيم هنا غتجي جوج الكشكاش هنا كتجي فيها الطريقه هذه بحال هاد الديكور هذا كيجي فيها هذه البنده ديال العنق يعني كسوة بسيطه خصيه ديالها الموديل شفتو قالت لهم فسطولي فسطولة الطول ديال الكسوة عندها متر و30 يعني جات الفازي عادي شوية وجد شوية د التحليفة خرجتو شوية التحليفة من هنايا وخليتو كما هو نتمنى الله ينالكم ينال يعجبكم هاد الموديل هذا هي غتخيطو ان شاء الله بقى معانا ما تزبقيوش اليوم بنتي عندها امتحان مع امها عندها امتحان اليوم في صوتي
الكسوه ديالها لقات هي الخيطه خاطر الكسف الاولي هذا الكسف الثاني باش ما تكش على صبطه بزاف ترى الكسوه هنا باش ما تقرش عليك يلا بسم الله اش كيقول الناس بسم الله يلا تسرع الكاملة حسن جدا الكسف مع بعض اليد في الكسف في الكتف في عفوا الكم في الكم بشوية يلا دابا هاد الامتحان الأمة ديالها من امتحان الأستاذة مع شغل تعمل فيه هايديك طلع بياسة شنو متتقاش على حسن جدا يا كثر زاد التوبه ديالها والله ما غنزوج هاد الشيء غنخليك كامل في المونتاج ما غنزوج هاد الشيء من المونتاج يلا رد بالك انت مسحيت شوف حاسة جدا يلا شبر خليك خلي شكل الكسوة من تماك يلا هذا مع المتتبعين قولوا عليا أول فستان خياط يلا يلا مش مشكلة القطر دخلتي بصوجي شوية يلا من الخياطة عند الخياطة دابا الخياطة بخياطة حاسة جدا مجبتش يدك خياطة عند خياطة تما خصك تمشي على حسب اللوية يال كسو خطا بلاش ما تثقلش عليك هاد الثوب بدلو توروت على الموضة هاد العام الأنصوب لا تباه بودية سراول ريبيكاس هاد العام خرج الموضة ديالو هو عملو ولدا بحق هاد العام خرج بكثرة هاد الثوب شريتو بالكيلو مكنخرجش على تقطع عكس 3 متر يعني كيلو فيها شريتو بكيلو شريتو ب 7500 كيلو دائما كمل صفعة يا سامي خرجوا جوج على جوج نيشان كما كتشوفوا دابا كملنا كسوه معكم بهذه الطريقه هديه من هنايا
نقشة عادية سرجي، عملنا للعنيقة يدا، عملنا المتسكريش من هنايا الطريقة هادية، هيا عملنا البونيوس بالطريقة هادية، صافي بهاد الطريقة جات اللبسة ديالنا. عطوني التقييم ديالكم شحال من 10.